معك سيد علي الشمري برسالة هادئة للقيادي في حركة حماس محمود الزهار بعد تصريحاته التي ربما أثارت جدلا واسعا عندما قال من فرحوا بمقتل سليماني هم شواذ الأمة. الحقيقة رسالة هادئة إن أردت. طبعا أنا كلامي أوجهه إلى قادة حماس السابقين والحاليين وإلى محمود الزهار باعتباره من قيادات حماس. يا قادة حماس، يعني لا تنتظرون النصر إلا من الله سبحانه وتعالى. أنتم تدعون وتقولون أنه إيران تدعمنا وتمولنا نعم، يعني هذا أمر لا يمكن إنكاره، لكن لا تنسوا أن أخوانكم من أهل السنة قد دعموكم ووقفوا معكم. وقضية دائما توجيه المسبة والطعن في الأمة أنها لم تقف معنا، ودائما إبراز أنه إيران هي من وقفت معنا، لكن في الجانب الآخر هم يمعنون قتلا في هذه الأمة الذين تدعون أنتم الانتساب إليها. هذا الكلام اللي صدر منك يا زهار، يعني لا تتصور أنه شباب الأمة لسانهم قصير في الرد عليك، لكن أنت لما تتهمهم هذا الاتهام وتسبهم هذه المسبة، في النهاية لن يحرر فلسطين ولن يعيد الأقصى إلا المجاهدين في سبيل الله المسلمين، الذين هم من يعتبرون تحرير أراضي المسلمين سواء في فلسطين أو في غيرها هذه عقيدتهم وعايشين لها. إيران لن تقف معك إلى نهاية الخط. وإذا كنت تتصور أنت وأي واحد ممن في جماعتك أو حركتك أنه إرجاع الفضل إلى الإيرانيين من خلال شتم الأمة أو شباب الأمة أو مجاهدي الأمة هو اللي راح يوصلكم إلى قضية التحرير، فأنا ما أطلب منك إلا مسألة: راجع نفسك، راجع حساباتك. شكرا. أكثر من هذا أنا ما أقول لك. أشكركم شكرا جزيلا سيد علي الشمري الباحث الإسلامي العراقي، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.